بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل استعراض ومراجعة سريعة للسيارة نيسان نيو قشقاي 2018. أتمنى مراجعتنا تكون مفيدة للناس وتعجبكم. نبتدي مراجعتنا بعد الفاصل. مواصفات العربية: طول العرض والارتفاع 4.20 × 1.80 × 1.59 متر، قاعدة العجلات 2.60 متر، الارتفاع الأدنى على الأرض 18 سنتي، المحرك 1200 سي سي تربو بيدي 117 حصان وبيدي 190 نيوتن متر عند 2000 لفة في الدقيقة. تجهيزات الأمام في حاجات مشتركة في كل الفئات: الـ ABS والـ EBD، بريك أسيست والهيل أسيست، إير باجز الفئة الأولى، إير باج للسواق والراكب اللي جنبه، الفئة الثانية الهاي لاين، الإيرباجز موجودة للسواق والراكب اللي جنبه، وفي 2 وسائد جانبية و2 ستائر جانبية. نفس التجهيزات دي بالظبط موجودة في التوب لاين. والثلاث فئات فيهم الفيكل دايناميك كنترول اللي هو نظام الثبات الإلكتروني، وفي موبيلايزر ستارت انجن مانع للسرعة. بالنسبة لأنظمة التحكم والتجهيزات الداخلية، يعني الفئة الأولى البيسك راديو سي دي و4 سماعات، إنما الفئة الثانية والثالثة راديو سي دي مع 6 سماعات وتكييف. الفئة الأولى يدوي، الفئة الثانية والثالثة أوتوماتيكي وثنائي التحكم، وبعدين في سخان لمقعد السائق في الفئة الثالثة توب لاين، والفرش جلد في الفئة الثالثة. الفئة الأولى وفئة الهاي لاين بفرش قماش، الحركة السي في تي إكسترونيك، والسيارة بتستخدم وقود 92. الجنوط 17 في الفئة الأولى والثانية بيسك والهاي لاين، أما الفئة التوب لاين الجنوط فيها 19 جنوط رياضية. في اختلاف برضو ما بين فئة هاي لاين وفئة التوب لاين، الفئة الثانية والفئة الثالثة. تقنية الرؤية شاملة الأبعاد اللي هو كاميرات دائرة مدور العربية، دي موجودة في الفئة التوب لاين فقط، وموجود أيضا استشعار الأجزاء المتحركة. العربية اللي موجودة معانا دلوقتي هي الفئة في النص اللي هي الهاي لاين. السيارة بتاعتنا من برة، الجديد في سنة 2018 ان في ألوان مميزة نزلت العربية كتير، زي اللون الأحمر الفاتح ده. في اختلافات ما بين نيو قشقاي اللي هي 2018 وقشقاي 2017 في شكل المقدمة والفوانيس، في تعديلات كبيرة تمت في المقدمة والفوانيس. الفوانيس بقت كلها ليدات، الشكل بقى اتغير شوية، المقدمة بقت حادة، وفي تغيير في شكل الاصطدامات بالفجات الأمامية. الفوانيس الأمامية مسحوبة مع الكبوت وبقت رفيعة، مش زي الفوانيس الضخمة بتاعت 2017. عربية مميزة بارتفاعها العالي عن الأرض 18 سنتي، ارتفاع ممتاز ملائم للطرق المصرية الوعرة. المراية طي الكهرباء، هيكل عاملين الإزاز بالكامل، والإزاز الخلفي تحتيه مظلل. سعة خزان الوقود 65 لتر. الفوانيس الخلفية المميزة الرائعة، فوانيس غامقة كلها جميل، وعرضها بسيط مش عريضة قوي، مميزة زي الفوانيس الأمامية بالظبط. الإزاز الخلفي تعتيم، والسبويلر اللي جاي مع السيارة، والستوب الخلفي والأريال، في البارات الطولية اللي هي في سقف العربية اللي بتركب عليها بارات عرضية بحيث يبقى عندك شبكة فوق العربية. الأسعار بتاعت الثلاث فئات في أحد وكلاء نيسان وهو السبع، بسعر الفئة الأولى البيزك 460 ألف، الفئة الثانية 467 ألف ونص، التوب لاين 490 ألف. في مركز السبع هاي لاين اللي هي الفئة الثانية بيضيفوا DVD كاسكا. DVD ده مميز جدا كشكل، هو DVD السيارة لأنه ماتشنج مع التابلوه تماما. هنشوفه داخل العربية دلوقتي، نستعرض الانتيريور بتاع العربية. دي شكل الصالون من الداخل، فتحة الباب واسعة والدخول مريح، العربية عالية والسقف بتاعها عالي. ده شكل التابلوه، الدركسيون الرياضي المميز اللي هو غير كامل الاستدارة، الجزء اللي تحت ده هنا التحكم الكامل في الكاسيت، وهنا مثبت السرعة ومفتاح الرد والغلق من الطارة. هنا DVD اللي راكب في السبع، DVD الأصلي ماتشنج مع التابلو الكروم الأسود، التكييف تاتش وبكر، بكرتين ناعمين، التابلو تبطين رائع، ماتيريال محترمة، تبطين كويس، الرؤية رائعة، انت عالي عن الطريق، مساحات الزجاجية كبيرة، مع بس ملحوظة بسيطة
ان الدعامة اللي هنا او العصب اللي هنا عريض نوعا ما بيخبي جزء من الرؤية. الرؤية الخلفية مش كويسة، الزجاج الخلفي صغير جدا، فتحات التهوية بتاعت التكييف ممتازة، توجيهها مظبوط وبعيد عن الايدي. طب لو واخد كيرفتشر بيبتدي من اول هنا وماشي مع العربية. لوحة العدادات رياضية فتيس، في برضو الكروم الاسود اللي هو مميز للطابلو، الهاند بريك كهرباء، وهنا كاب هولدرز، عدد 2 كاب هولدرز ومساحة تخزينية بالإضافة للمساحة التخزينية الأمامية اللي هي موجودة هنا. وهنا كان الولاعة، المسند الوسطي مرتفع وضعه ممتاز، مساحة تخزينية هنا ظريفة تحط فيها المحفظة سلسلة المفاتيح. تفتح هنا بتلاقي مساحة كبيرة، هنا اليو اس بي، وهنا مخرج اوكسيلري اوكس، وهنا مخرج 12 فولت. المسند مش مبطن جلد ومبطن، المسند قماش، مبطن قماش زي الكراسي ما هي قماش. احنا فئة الهاي لاين مش فئة التوب لاين. فتحة سقف بانورامية رائعة بطول السقف من اوله لاخره، الفرق ما بين قمة الرأس والسقف 5 سنتي وانا ارتفاعي 177 سنتي. والقعدة بصفة عامة كاشفة للطريق، عالية رياضية، والكراسي عريضة محتوياك تمام تماما، انت قاعد مستريح. الشمسات وفيها المراية، لكن المرايات ما فيهاش انارة. مراية الصالون الداخلية فيها زر للتعتيم. الباب الجانبي بتاع السواق مبطن تبطين كويس وهيدي عزل حلو، مش بلاستيك رديء. وهنا الارم ريست وزراير التحكم في الازاز والسنتر لوك، مريح وعالي مرتفع، مستواه ممتاز، مبطن قماش وليس جلد. مقبض الباب النيكل، صالون عملي ممتاز ومريح ورياضي. نشوف الانتيرير الصالون من الخلف. هنا الابواب التبطين بتاعها هنا بلاستيك، ولكن الارم ريست نفس القماش ونفس الراحة. هنا مكان تخزين ومكان تخزين هنا. الدخول مستريح ما بتحتاجش توطي العربية، الارتفاع السقف ممتاز جدا. الكرسي الامامي وانا قاعد قدام كان ظهره مرفوع، ظهره ستريت قائم زاوية قايمة، مش مريح للخلف. لو حبيت اريحه للخلف شوية هيبقى هنا في احتكاك ما بين الركب وظهر الكرسي الامامي، صباعين ما بين الركب وما بين ظهر الكرسي، فلو رجعنا الكرسي الامامي لورا سنه هيبقى في احتكاك للركب، فيعتبر الصالون يعني ضيق نوعا ما ولكن مش بالدرجه الكبيره. الكنبه الخلفيه تاخد 3 اشخاص مستريح، عشان نفق الفتيس واطي شويه، يعني ما في يعتبر يكاد يعتبر ما فيش نفق الفتيس. السقف بانوراما، فلو انت محتاج تنور الصالون الخلفي في هنا لمبات اضاءه خلفيه يمين وشمال، ادي واحده وادي الثانيه. بصفة عامة العربية الصالون بتاعها يعتبر عائلي بالكاد، يعني ياخد 3 اشخاص بس مش قاعدين بكامل راحتهم. شكل السيارة من الخلف، فبرة الاكسدام او كفر الاكسدام الخلفي لون الاسود وليس بلون السيارة. نفتح الشنطة، الشنطة مساحتها 430 لتر، مساحة كبيرة حلوة معقولة، شنطة حجم مناسب معقول تقدر تشيل فيه حاجات كتير، وفي إمكانية كمان لطي الكنب الأمامي بيطوى على القطعتين دول من الكنب الأمامي، بيطوى الأمام ويديك مساحة أكبر. ولكن شفة التحميل عالية تتعب وانت بتدخل الأشياء للعربية. والستيب جنط حديد عادي 17، كوريك بتاع السيارة الأصلي، وده مفتاح العجل. مفيش أماكن تخزينية كتيرة غير المكان الصغير البسيط الموجود هنا ده، والمكان الصغير اللي هنا برضو. بس شنطة واسعة مقارنة بسيارات أخرى في هذه الفئة. وفي مساحات للإزاز الخلفي، ده موتور السيارة من الداخل، نيو قشقاي 1200 سي سي تيربو. اتمنى الاستعراض والمراجعة بتاعتنا تكون عجبتكم.
ريت تعملوا لايك وشير للفيديو في كل مكان عشان تعم الفايدة، واكتبوا تعليقاتكم تحت الفيديو وهرد عليها كلها بإذن الله. وبالنسبة للناس اللي ما اشتركوش في القناة ياريت يعملوا اشتراك سبسكرايب ويضغطوا على زر الجرس، يفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد من فيديوهاتنا في حين إصدارها أول بأول. ودمتم في أمان الله.